مشاهدينا الاعزاء، اليوم عندنا ضيف مهم، ضيف مميز، نجم من نجومنا الشباب في مجال التمثيل وتقديم البرامج، صاحب ابتسامة حلوة، صاحب قدلة حلوة، صاحب احلى شيبة. رحبوا معي بالفنان الشاب حيدر عبد الثامر. ما شاء الله، شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ شو رفعت علم عندك؟ ازيك يا اخوي حبيبي حيدوري، اهلا وسهلا. نورك حبيبي وفرح، نورتني. الله يخليك، نورك. الله بالخير. الله بالخير والعافيه. وانا نزار بلا زحمه، جيب لي 30 قميص و30 بنطلون واربع ربطات. عندك محل؟ لا مو لي، الك. شو تسوي فيه؟ ما عرفت شنو القصه، يعني انت تلبس اكثر ما تمثل.